مدارس عنيزة الأهلية، تعليم رائد لجيل واعد. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم ميس إيمان، مدرسة الماس في مدرسة عنيزة الأهلية المسار المصري. إن شاء الله النهاردة حبيباتي هنتكلم عن ليسون 3 and يونت 2 لبرايم 6 اللي بيتكلم عن drawing scale. تعالوا مع بعض يا حبايبي نحل بعض الاكسرسايز على الدرس. تمام حبايبي، تعالوا نشوف اول اكزامبل عندنا. بيقول لي هنا squares piece of land was drawing by a scale 3 to 400. If the length of its side in drawing is 2.1 centimeter, find its real parameter in meter. تمام، يبقى هنا يا حبايبي اول حاجه نفكر فيها، هنا مدينا اللينس ان دروينج. اللينس ان دروينج مديهولنا هنا بكام؟ equal 2.1 سنتيمتر. تمام، وعايزني اجيب الريال بارامتر ان ايه؟ ان متر. يبقى انا لازم الاول اعمل كونفيرت للايه؟ لللينس ان دروينج فروم سنتيمتر تو متر. تمام، لما اجي اعمل كونفيرت للينس ان دروينج فروم سنتيمتر تو متر، يبقى انا هنا في الحاله ديت هعمل ايه؟ هعمل ديفايد ال 100، لان احنا عارفين ان ال 1 متر في قد ايه؟ ان ال 1 متر ايكوال ايه؟ 100 سنتيمتر. تمام، يبقى انا لما اجي اعمل كونفيرت فروم سمولر تو بيجر، فروم سمولر تو بيجر، هعمل هنا ديفايد، يبقى ديفايد ال 100، يبقى عملت هنا كونفيرت. تمام، بعد كده هنعمل بقى الايه؟ الديجرام بتاعنا، ونقول ان اللينس ان دروينج تو لينس ان رياليتي. تمام، او ان ريال. تمام، شوف عندنا هنا الدرونج سكيل اللي هو عباره عن 3 to 400، اللي هو اللينس ان دروينج تو لينس ان رياليتي. تمام، يبقى هنكتب هنا 3 to 400. تمام، وهنكتب تحت اللينس ان دروينج اللي هو اللي احنا عملنا لها كونفيرت اللي هي 0.021. يبقى 0.021 2 هنا، حط هنا كويشن كده. تمام، يبقى انا هنا مش عارفه اللينس ان ريال. تمام، بعد كده هنعمل ايه؟ هنكتب ونعمل كروس ملتيبليكيشن. تمام، عشان نطلع عندنا الريال سايد لينس اوف ذا سكوير ايكوال، هنعمل كروس ملتيبليكيشن 0.021 ملتيبلاي ال 400 اوفر ال 3. تمام، طبعا هنعمل دي عندنا الكالكوليتر. تمام، هيدينا 0.021 ملتبلاي ال 400. تمام، ديفايد ال 3، هنلاقي النمبر عندنا ايكوال 2.8. تمام، يبقى عندنا الريزلت هنا هيطلع 2.8. تمام، يبقى ده 2.8، ده اللي هو الريال سايد لينس. تمام، بالايه؟ بالميتر. تمام، يبقى 2.8. بعد كده حبايبي شوف اللي بعد كده، عايزين نجيب الايه؟ البارامتر اوف ذا لاند. البارامتر اوف ذا لاند هو عباره عندنا، هو قال لنا عباره عن سكوير. طيب عارفين طبعا البارامتر اوف سكوير ايكوال كام؟ ايكوال الفور ملتبلاي السايد لينس، يبقى الفور ملتبلاي الاس. تمام، هنلاقيها ايكوال الفور ملتبلاي 2.8، لان انا طلعت اللينس اوف سايد ايكوال 2.8، يبقى فور ملتبلاي 2.8 هيطلع لي الناتج 11.2 متر. تمام حبايبي، نشوف بعد كده حبايبي example 2. بيقول لي هنا a microscope magnify things to scale 100 to 3, find the real length of an insect which was magnified to be 2.5 centimeter. طبعا اول حاجة هنعملها هنا، هنعمل عندنا الديجرام بتاعنا اللي هو length in drawing to lens in reality، عشان نكتب فيه الدروينج سكيل، لان احنا عارفين ان الدروينج سكيل هو عبارة عن lens in drawing to lens in real. تمام، بعد كده هنحط هنا
1, 100, 2, 3 تمام. وهنكتب هنا في السكند ريشيو عبارة عن ايه؟ 2.5 سنتيمتر. 2 هنا طبعا هنحط هنا question تمام، لان انا معرفش هنا اللينس ان ريال تمام، لان هو عايزني هنا اطلع اللينس ان ريال تمام. طبعا بعد كده هنعمل كروس مالتيبليكيشن تمام، هنعمل كروس مالتيبليكيشن عشان نطلع الايه اللينس ان ريال او الريال لينس تمام. هنقول لي هنا الريال لينس عبارة عن ايكوال 3 مالتيبلاي 2.5 ديفايد الـ إيه؟ ديفايد الـ 100 تمام؟ هنستخدم فيها الكالكوليتر، هيكون عندنا 3 مالتبلاي 2.5 إيكوال ديفايد الـ 100، هيكون الناتج عندنا 0.075 تمام؟ يبقى هيكون الريزلت عندنا إيكوال 0.075 تمام. هيكون بكام؟ ايكوال سنتيمتر. بس ناخد بالنا ان احنا عايزين نطلع هنا حبايبي اللينس ان ريال، طبعا هيكون ايه؟ طبعا مش بالسنتيمتر تمام، لان هي عباره عن انسكت، هيكون اللينس ان ايه؟ ان مليمتر تمام. يبقى انا في الحاله دي هعمل له ايه؟ طبعا لازم ان انا اعمل كونفيرت فروم سنتيمتر تو مليمتر، هنعمل ملتبلاي ايه؟ ملتبلاي 10 يبقى 0.075 multiply 10 equal 0.75 مليمتر تمام. يبقى ده كده الريال لينس بتاع الانسكت equal 0.75 مليمتر تمام حبايبي. بعد كده حبايبي تعالوا نشوف example 3. بيقول لي هنا أمام with scale 1 to 6 million if the map distance between two cities on this map is 4.5. نركز هنا، بيقول لي هنا map distance، map distance يعني معناه هنا length in drawing، يبقى هنا length in drawing تمام. ده هنا map distance، عايزني اجيب ايه؟ find the real distance، عايزني اجيب real distance between two cities. طيب هنعمل ايه حبايبي؟ هنعمل الديجرام بتاعنا ونقول له length in drawing to length in real تمام. هنكتب هنا ال drawing scale هو 1 to 6 مليون، يبقى انا هكتب له تحت length in drawing 1 and length in real 6 مليون تمام. بعد كده هنكتب، نركز هنا ال 4.5، ال 4.5 دي هي اللينس ان ايه؟ اللينس ان ماب تمام. يبقى هنكتبها تحت هنا اللينس ان دروينج، يبقى 4.5 تمام. طبعا هنا انا مش هبقى عارفه مين الريال لينس تمام، نحط هنا كويشن مارك كده، يبقى انا عايزه اجيب اللينس ان ريال تمام حبايبي. بعد كده هنعمل كروس مالتيبليكيشن عشان نطلع الريال لينس، ونقول له الريال لينس هنا ايكوال كام؟ equal 4.5 تمام multiply 6 مليون، 6 مليون over ال a over ال 1 تمام، لان انا بعمل هنا cross multiplication تمام. equal كام يا حبايبي؟ تمام تعالوا نشوف equal كام، نعملها بالكالكوليتر، هيبقى عندنا 4.5 multiply 6 مليون. ركز واحنا بنكتب النمبر، هيبقى عندنا 60 تمام. equal كام؟ equal عندنا هنا equal 27 مليون تمام. يبقى انا هكتب له هنا الريزلت بتاعي equal 27 مليون، بس خلي بالنا الناتج هنا هيطلع ايه؟ equal بالسنتيمتر. يبقى الريزلت عندنا هنا ايكوال كام؟ 27 مليون سنتيمتر. طبعا هل المعقول الديستنس بتوين تو بوينت تو سيتيز ان ريال انقيسها بالسنتيمتر؟ لا طبعا، يبقى لازم هنا اعمل ايه حبايبي؟
لازم ان انا اعمل لها كونفيرت فروم سنتيمتر تو ايه كيلومتر. طبعا احنا عارفين ان ال 1 كيلومتر ايكوال كام، ال 1 كيلومتر ايكوال عندنا 100,000 سنتيمتر، تمام. وانا هنا بعمل كونفيرت فروم سمولر تو بيجر، هعمل هنا ايه، هعمل هنا ديفيجن سنتيمتر، تمام. يبقى هعمل هنا ديفيجن ايه ال 10 ال 100 ايه 1000، تمام. بعد كده نعمل سمبليفاي، هنلاقي عندنا 5 0 من هنا هيروح هنا مع 5 0، يبقى الريزلت عندي ايكوال كام 270 كيلو. يبقى الريال ديستانس بين التو سيتس ايكوال 270 كيلو متر، تمام حبايبي. كده حبايبي ان شاء الله نكون خلصنا حل بعض الاكسرسايز على لسن دروينج سكيل. ان شاء الله القاكم في درس جديد. اشكركم لحسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.